الحمد لله عدت ابتسامة الأولية، أمشي مع عيالي، أعيش حياتي، أطلع بدون تعب. قبل صراحة حية ومش حية. نوميلايتس أوبتيكا مرض مناعي. نورمال بيساي لكل مليون في عدد 10 ل 100 شخص مصاب بنوميلايتس أوبتيكا. على ابتسامة اجت لعندي أول مرة، I met her بعيادة الأعصاب ب 2019، وكانت عم تشكي من history of فقدان النظر من بعد الولادة. وابتسام كانت أول شخص بالعالم من بعد الدراسات that would try this medicine. والهدف الدواء is not لنحسن، ما فينا نرجع الزمن لورا، اللي صار صار، بس فينا على القليلة نعمل استقرار